السلام عليكم، نكمل البارت الثاني من محاضرتنا لكتور 16. وصلنا للثايرويد ديسوردرز، الأمراض اللي حتكون بسبب إفرازات مال ذني الإنزيمات مال الغدد، الهرمونات مال الغدد الدرقية ثايرويد جلاند. عندنا أول شيء هايبر ثايرويدزم اللي هو زيادة النشاط مال الغدد الدرقية. إيش حيصير عندنا؟ مرض نصيح له جرافز ديزيز. إيش حيصير؟ هو autoimmune disorders، مرض مناعي، يعني انه تهاجم المناعة نفسها. in which the body produce antibodies، حينتج لنا antibodies اجسام مضادة to the receptor of thyroid stimulating hormones. احنا ايش قلنا؟ طبعا هو TSH. احنا قلنا انه الهرمونات من تروح على الجزء اللي تريد تشتغل عليه اكو ريسبتر خاص يتصل بالهرمون فتبدي يشتغل. فهنا الجسم ايش حيسوي؟ حيسوي انتيبوديز اجسام مضاده، يعني هالاجسام مضاده حتروح للريسبتر بدال الهرمون، لان اجسام مضاده المن للثايرويد ستيمولييتنج هرمون بدال HSF بدال TSH. فايش حيصير عندنا؟ ذيس انتيبوديز كوز هايبر ثايرويدزم، حيزيد النشاط مال الغده لانه متصل بهذا الانتيبودي ماخذ مكان الهرمون مالتنا، وحتستمر هاي بالافراز والنشاط. because they bind to the TSHR يعني الريسبتر مال TSH and chronically stimulate it، حيتحفز بس بصورة مرضية أو بصورة مؤذية. من أعراض المريض bulging eye اللي هي جحوظ العينين، هذا العين ما تصير جاحظة. وش يصح له؟ goiter اللي هو عبارة عن swelling of the neck resulting from enlargement of the thyroid gland، يعني النيك حتكون منتفخة بسبب الانتفاخ اللي صاير بالثايرويد جلاند بسبب فرط النشاط مالتها. يعني عارف انه هنا اكو حيصير انتفاخ، هنا حيصير جحوظ بالعينين، وهاي بسبب شنو؟ هايبر ثايرويدز. تمام، اكو انتيبوديز على الريسبترات. هسه عندنا هايبوثايرويدزم، هاي بالعكس قلة النشاط مالته. شي صار عندنا؟ كراتينيزم اللي هو عبارة عن كونجينيتال هايبوثايرويدزم، هو فد مرض حيصير يصح له خلقي، يعني من يجي للدنيا حيصير عنده هذا المرض من الولادة من بداية حياته. طبعا مو شرط انه وراثي، يعني انه من اهله عندهم، لا مجرد خلق ما متأكدين من هالسالفة، بس انه هو من اول ما يجي عنده هذا المرض. with underactivity of the thyroid gland at birth، يكون قلة النشاط مال غدة عنده من الولادة. which result in ايش حيصير عنده؟ mental retardation، حيصير عنده تأخر عقلي يصيحوله، يعني الدماغ مالته ما راح يصير مثل تطور ونضج بقية، يعني الأدمغة بصورة طبيعية. والشورت short stature اللي هو حيكون قصر القامة and other abnormal feature، يعني باعوا الطول مالته حيصير رجيناته مطبيعية، هنانا إيديناته مطبيعية، شكله كله حسب صورة مطبيعية. وننتبه انه على المنتر retardation و short saturation. طبعا ذني صفات هي ممكن ننسأل عنها، يعني انه هاي مثلا بيا مرض او شنو البارز بهذا المرض، فلازم ننتبه عليهم. تمام، هسه hormonal safe for thyroid disease، الهرمونات اللي اكثر شيء لها علاقة بالامراض من الغدة الدرقية، TSH T3 T4. اي واحد يشكون عنده بالخلل ما الغدة يقول يدزوه على تحاليل، يقول يسوي TSH T3 T4، وهواي مختبرات تسوي مجموعة تحاليل سوية لحللهن مجموعة كاملة. زين، هسه حنيجي ناخذ الهرمونات اللي لها علاقة بالجنس سواء إناث أو ذكور. فعندنا هنا ناخذ أسماء المختصرات، هنا المسار وهنا الاسم الكامل للمختصر. فحناخذ اول شيء الاسم الكامل للمختصر، وراها ناخذ ايش حيصير. عندنا gonadotropin releasing هرمون الجي ان ار اتش، طبعا هذا الهرمون هو اللي حيتحكم بافراز الار ال اتش والاف اس اتش. وعندنا luteinizing هرمون والفوليكل ستيمولييتنج هرمون، كانوا يعطونا الهرمون المحفز للحويصلات ويجي اسم LH و FSH، هذني sex hormones، هرمونات جنسية. طبعا احنا كنا مرة علينا بالسادس اعدادي ال LH وال FSH كانوا يعطونا كهرمونات انثوية، بس هي بالحقيقة انه هرمونات حتأثر على الذكور وعلى الإناث. فوش حناخذها بالميل؟
الهايبوثالامس بتويتري اكسس تأثيرات الهايبوثالامس. عندنا الهايبوثالامس حيحفز لنا الجي ان ار اتش، هذا الجي ان ار اتش يتحكم لنا بافراز الار ال اتش والاف اس اتش. فهذا الجي ان ار اتش حيروح على الانتيرير بتويتري جلاند، الانتيرير بتويتري جلاند حيحفزه ينطينا اف اس اتش والال اتش. زين اف اس اتش حينطينا سيرتولي سيلز، سيرتولي سيلز طبعا هذا العلاقه بال سبرماتوجينيسيس عمليه تكوين النطف والحيوان. والال اتش اللي حيعطينا او يحفز لنا الليدنج سيلز، الليدنج سيلز هي تعطينا التستوستيرون الهرمون الذكري. ليش؟ انه بالميل هذا حيعطينا التستوستيرون وهذا ما علينا بالانهبيشن هسه. المهم انه هايبوثالامس حفز لنا الجي ان ار اتش، حفز لنا الانتير بتويتري اف اس اتش ال اتش سيروتولي سيلز ليدنج سيلز. ثاني لما نتكون السيروتولي سيلز والليدنج سيلز حيرجعون يثبطون الانتير بتويتري جلاند وحيثبطون الهايبوثالامس. ليش؟ حتى لا يستمر الانتاج، لان صار عندنا كفايه بعد. ايش قلنا على هذا؟ نيجاتيف فيدباك، وقلنا جسمنا كليته هو خاضع للنيجاتيف فيدباك. تمام، لما زادوا ذولا قلوا هذولا. اوكي هسه حناخذ نفس هذا الهرمونات بس بالفيميل بالاناث. الهايبوثالامس الجي ان ار اتش يفرزه حياثرنا على البيتويتري جلاند يعطينا ال اتش، يعطينا اف اس اتش، حياثر على الاوفريز على المبايض. ايش حيعطينا؟ حيعطينا استراديول والبروجسترون. طبعا الاثنينات هرمونات انثويه مره علينا وماخذين عارفين يعني حاشي عن شنو فائدتهم وشنو ذول. فلما يتكونون ذني الهرمونين يرجعون يثبطون البيتويتري ويثبطون الهايبوثالامس حتى ما يستمر التكوين مالتهم. شنو هذا؟ هو نفسه النيجاتيف فيدباك. هنا دا يعطينا اكثر من مثال يريد يراوينا ويوضح لنا شنو معنى نيجاتيف فيدباك، يريد نعرف هذا المثال. هسه abnormal hormone level in both males and females causing infertility. الانفيرتيليتي اللي هي حي سوي العقم، شن هي الهرمونات اللي تكون موجودة عند الذكور أو الإناث اللي سببهم العقم؟ الهرمونات اللي تكون للميل انفيرتي هي ال LH FSH تستوستيرون، LH وال FSH اللي هستونا حكينا عنهم، والتستوستيرون اللي هذا يتحكم بالصفات الذكورية. والهرمونات اللي تأثر على الفيميل انفيرتي هو يكون LH FSH استروجين، هما ال LH FSH حكينا عنهم قبل شوية، والاستروجين هذا همات من الهرمونات الأنثوية إلى دور بها. عرفنا اثنيناتهم نفس الشيء LH و FSH، بس هنا اللي يميز الميل هو التستوستيرون، يميز الفيميل هو الاستروجين. زين هسه شنو عندنا؟ عندنا ال HPA axis اللي هو hypothalamic pituitary adrenal axis. تمام HPA axis hypothalamic pituitary adrenal axis، اكتب ياكم احسن hypothalamic pituitary adrenal axis. زين شنو عندنا؟ همات حناخذ اول شيء الاسم الاسم لان هنا عندنا مختصرات، وبعدين حناخذ العمليه مال التفعيل. عندنا خلي غير اللون اللي هو استعملنا كورتيكوتروبين ريليزينج هرمون، هو المختصر ما الاسم الكامل مال سي ار اتش، والادرينو كورتيكوتروبيك هرمون اللي هو الاي سي تي اتش. هذني الكورتيزول اكسس، كورتيزول طبعا ذني له علاقه بحاله الضغط والتوتر، هرمون الكورتيزول. شو صار عندنا؟ الهايبوثالامس حيفرز لنا CRH corticoprotein releasing hormone. CRH حيأثر لنا على الانتير بتويتري، الانتير بتويتري حتروح تفرز لنا ACTH، ACTH اللي هو adrenal corticotropic hormone. فهذا ورا ما يفرز حيأثر لنا على الادرينال كورتكس، حيعطينا CORT. CORT هو يقصد به الكورتيزول. تمام هذا من يفرز الكورتيزول حيثبط لنا الانتير بتويتري وحيث بطلنا الهايبوثالامس، نفس الفكرة مال نيجاتيف فيدباك. بس لازم نعرفها هايبوثالامك شنو يفرز وكل واحد شنو يفرز. طبعا هنا نفس الفكرة
كلها نيجاتيف فيدباك وكلها مني فرصة اني يثبت بالنهاية، بس يريد يرسخ الفكرة ببالنا، ولازم نعرف كل واحد شنو يفرز، يعني بكل طريق هو شنو حيفرز. زين، هسه حناخذ حالة كلينيكال اللي هي high level of cortisol. ايش حيسبب لنا كوشينج سيندروم؟ هاي المرض شنو حيصير عندنا؟ شنو العلامات والاعراض اللي حصير عندنا؟ طبعا هنا عندنا هواي علامات واعراض احنا حنقراها هسه، بس اهم شيء ننتبه على الشغلات المهمه هي وراها. طبعا ما بقى شيء بالمحاضره، سهل ان شاء الله، فحنقراها ونشوف شنو عندنا. اول شيء الكوشينج سيندروم حيصير عندنا personality change، تغيرات بالشخصيه، مون فيس وجه يشبه هنا الهلال او يشبه القمر، susceptibility to infection انه مباشره يتعرض للالتهابات. بالنسبه للميل حيصيح له جينكوماستيا اللي هي سحولها التثدي، يكون شبيه بالاناث، fat deposits on back، تجمع الدهون بالظهر، osteoporosis هشاشة العظام، hyperglycemia اللي هي حيصير ارتفاع السكر بالدم، CNS irritability اللي هو التهيج بالcentral nervous system جهاز العصبي المركزي، NI fluid retention اللي هو حيكون احتباس السوائل، GI distress اللي هو حيكون عسر الهضم او يصير عنده فشل بالهضم. بالنسبة للفيميل أمينوريا اللي هي حيصير انقطاع المنسترويشن اللي صح انقطاع طمث، هيرستم اللي هو حيكون يكون زيادة الشعر، يعني الشعر وكثرة يصير بجسم الإناث حالة الذكور تقريبا، thin skin الجلد يكون thin، purple story اللي هو حيكون مثل الطوقة البنفسجية، breast swell بيج إنه نفس الشيء، هما تحصل آثار الكدمات كلنا عليها. طبعاً اعذروني شوية على اللفظ، بس يعني دا حاول أسجلها قبل الامتحان، يعني اليوم عندنا امتحان بالأربعة ونص، ساندا أسجلهم من 12 إلا شوية، فمستعجلين شوية إن شاء الله بلكت إن شاء الله إذا النت ساعد ترفع إن شاء الله قبل الامتحان، وإذا ما ساعد فتعذرونه ويبقى على الفاينل الحضوري. زين، اللاب انفستيجيشن بالمختبر شنو عندنا الفحوصات او ايش حنسوي لهذا المريض؟ بلاد كورتيزول حنفحص الكورتيزول عنده. شي يقول انه ميجرمنت ات نايت، نفحصه بالليل. شنو يعني؟ انه هذا النسب مالته تختلف بالليل عن النهار، لذلك انه اكو قراءات مختلفه بالليل عن قراءات النهار، فاكثر شي فحصوه بالليل يريدون يشوفون القراءه. طبعا هي بعد اكثر، بس يعني ماخذين المختصر. 24 hour يورين كورتيزول، يفحصون الكورتيزول الموجود باليورين كل 24 ساعة تقريبا. طبعا هذا كوشينج سيندروم مو مطلوب انه نحفظ كل هاي، بس نعرف العلامات البارزة او الشكل البارز، يعني مثلا مون فيس، مثلا ذني تجمع مال دهون هنا، مثلا اوستيو بروسس، يعني شغلات اساسية نشوفها ونعرف. اهم من عده هو اللاب انفستيجيشن، ذني اهم من العلامات مالته. زين، هسه شنو عندنا؟ growth hormone excess GH، حناخذ عن growth hormone نفس الشيء. hypothalamus حيحفز لنا شيء صح ولا GRF؟ GRF هو growth hormone releasing factor، growth hormone releasing factor. تمام، حيفرز لنا شيء اسمه GRFSS. هذا GRF اللي هو Growth Hormone Releasing Factor حيحفز لنا البيتويتري، وش حيحفز لنا وراها؟ حتفرز لنا GH. GH هو Growth Hormone، هذا Growth Hormone حيروح يأثر لنا على الليفر، حينطينا أو يفرز لنا IGF. IGF هو يصيحولة إنسولين Like Growth Factor، يعني تركيب مالته Structure مالته شبيه بالإنسولين، بس هو وظيفته هنا على النمو. تمام، وإلى دور بال نمو الأطفال. شي يصير حول هذا إنسولين like growth factor الأول. تمام،
نفس الفكرة، hypothalamus فرز لنا مادة، هاي المادة راحت على البيتويتري، بيتويتري فرز لنا جي اتش يعني مادة ثانية، راح حفز الليفر، الليفر طانا اي جي اف. لما ينفرز الاي جي اف 1 اللي هو انسولين لايك جروث فاكتور، طبعا هذا الانسولين لايك جروث فاكتور هو اللي في حصوله من يريدون يعرفون النمو طبيعي او لا، هو يروحون يسوون اختبار له حتى يعرفون واحد يعني نمو، اذا شاكين انه هذول الناس يعني هو ما نمو، هو هذا اللي يفحصوه ما ادري هو هيجي. فالانسولين لايك جروث فاكتور لما ينفرز حيأثر لنا، اذا زاد هواي حيروح يثبط لنا البيتويتري ويرجع يثبط لنا الهايبوثالامس، نفس الفكره مال نيجاتيف فيدباك. زين هذا اللي حكيت عنه منه. عندنا الهاي ليفل اوف جي اتش الجروث فاكتور، اذا صار عندهم كلش هوايه يصير عندهم مرض يصيحوا له جيانتزم، واذا صار عندنا لو ليفل اوف جي اتش جروث فاكتور حيصيحوا له دوارفزم، فهذا اللي يصير كلش طوال وذولا كلش قصار. تمام، فهذا شلون يعرفوهم؟ عن طريق اختبار الانسولين لايك جروث فاكتور. هسه شغلات ما إلها علاقة بالنيجاتيف فيدباك، احنا اخذنا هواي امثلة عن النيجاتيف فيدباك وقلنا جسمنا كله نيجاتيف فيدباك عدا محاضرة الفيزيولوجي اللي حكينا عن العوامل مال تخثر بوقتها. بس شنو عندنا other negative feedback mechanism that doesn't utilize، يعني لا مو هيك يعني ما تخضع doesn't utilize للهايبوثالاميك بتويتري اكسس، يعني ما تمشي على نفس الطريق، يعني ما تمشي على انه بتويتري وراح يروح يحفز لنا شيء ويروح يحفز لنا شيء ثاني، لا هذا الى غير طريقه. شنو عندنا؟ الكالسيوم صار قليل، لو كالسيوم كوز باراثايرال هرمون ريليز فروم باراثايرويد جلاند، اكو شيء صح للباراثايرويد جلاند مجاور للغده الدرقيه. لما الكالسيوم يصير قليل عندنا ايش حيصير؟ اكو اكثر من طريقه، حيروح يحفز بصوره مباشره او غير مباشره، يا اما يروح على الكدني بصوره مباشره دايركت ذا كدني ور reabsorb calcium and excrete phosphate، يعني مو الكدني تصفي اليورين، فلما يصير عندنا نقص بالكالسيوم هذا حيروح يحفزها الكدني يقولها عيني يا كلية عندي نقص بالكالسيوم، فش تسوي اليورين ترجع تمتص من عند الكالسيوم. تمام، هاي طريقة. أو يروح على البون، فالكالسيوم and phosphate will be released from bone، يعني العظام حتفرز لنا الكالسيوم اللي نحتاجه. أو يروح للكدني، the kidney will produce more vitamin D to help absorb calcium from the small intestine، مو احنا عندنا بالهضم الاكل مالتنا بيها كالسيوم، فالكدني حتعطينا بعد فيتامين دي، هذا الفيتامين دي حيمتص بعد كالسيوم. طبعا هاي طريقة indirect، ذني direct، هاي وهاي direct، بس هاي طريقة indirect. فيا ما يروح على الكدني direct، او يروح على البون indirect، او يروح على الستومك اللي هي حتكون indirect. فبالمحصلة النهائية من ثلاثتهم أحصل نورمال كالسيوم، لو هذا امتصه من اليورين، لو هذا الفيتامين دي رجع امتصه من الانتستين، يا أما هذا هو انطيانا. فهاي ثلاث طرق نيجاتيف فيدباك، بس شنو ما خاض على نفس الطريقة مال هايبوثالاميك بتويتري اكسس، نفس الطريقة مال ديج. هسه شغلة أخرى نعتمد على بالنسبة للبنكرياس، هنا حكينا عن الباراثايرول واخذنا ذاكم، وهسه نحكي عن البنكرياس. طبعا البنكرياس وافرازاته تعتمد على الجلوكوز، فاذا صار هاي بلاد جلوكوز، صار نسبة عالية من الجلوكوز بالدم، شو يسوي البنكرياس؟ انسولين ريليز باي بيتا سيلز، عدة خلايا صح لها بيتا سيلز حتفرز لنا الانسولين. تمام، هذا الانسولين لما الجلوكوز عالي، شو وقت الجلوكوز عالي بدمنا؟ لما ناكل وجبات غذائية مالتنا هاي بلاد جلوكوز، فالانسولين حيفرزه، مو الانسولين الفرز ايش حيصير؟ الخلايا فات سيلز اند مسل تيك جلوكوز فروم بلاد، بنتيجه لتاثير الانسولين الخلايا اخذت الجلوكوز من الدم، فش تسوي؟ قللت نسبه الجلوكوز ورجعت نورمال بلاد جلوكوز ليفل. او لو ليفل جلوكوز ما اكلنا الكميات هوايه خلاص الجلوكوز اللي عندنا ايش حيصير؟ البنكرياس حيفرزنا جلوكاجون، جلوكاجون ريليز باي الفا سيلز، عن طريق الفا سيلز هناك اشتغلت البيتا، البيتا تعطينا انسولين، الفا تعطينا جلوكاجون، فالالفا سيلز حتاثرنا على الليفر، فالليفر ريليز جلوكوز انتو بلاد، حيعطينا الليفر جلوكوز، طبعا هاي من المسارات اللي ماخذيها قبل والتفاعلات اللي ماخذيها قبل، فيرجع الجلوكوز طبيعي بدمنا بالحالتين. تمام، بالحالتين قبل ما يصير خلل بنكرياس حيعطينا مره انسولين ومره جلوكاجون حتى يرجع لنا طبيعي. وهيجي خلصت ليكتشر 16 والمحاضره 16، ان شاء الله استفاديتوا ومع السلامه.